بنات بهم وعليهم، والبنات يقول لك الاخرين بهم وعليهم، وقد واحد يسب في الاخر. نحكي بينا وبينا. هي طبعا انت قولي لي حسب كلامك، ممكن تعرفي خير مني، اسكي الراجل هو حرام في دين الراجل يضرب المرأة؟ كي نحب مثلا انا شنو نرقد مع المرأة بتاعي، المرأة بتاعي تعكسني، اسكي يسمح الضرب ولا لا؟ هكاك اسال شيخ، وما لازمكش تضربها في حتى سوس. والله حالة واحدة كما قلت تشد مع راجل آخر نفهم، تنجم تضربها تخرج من سينتك، اما سينو راجل ما يضربش مرأة، ومرأة ما تضربش راجل، بالقدر العيشة قدر، لازمها تكون قدر معناه. وانتي